كان في حد مكتشف زي مكتشف النجوم كده اسمه كابتن فرج دويدار، و فرج دويدار. بس مش اخويا. لكن انت اسمك احمد دويدار فعلا؟ اسم احمد، لا يعني انا اسم احمد محمد عبد الله السيد. طب دويدار دي ما هي بقى جايه من هنا بقى، ان يعني كان هو عامل فرقه. دويدار ده مش في العيله؟ لا لا خالص. اه هو كان عامل فرقه اسمها نجوم دويدار، فكان بيجيب مثلا اللعيبه الكويسه اللي في المنطقه. اه فكان بقى بيودي مثلا الترسانه، كان بيودي بيكتشف بقى فوداني في الوقت ده، كان ابويا الله يرحمه كان موديني نادي الزمالك، وما كملتش بعد كده، هو وداني برضه نادي الزمالك. فكنت انا ناشئين نادي الزمالك، قعدت في نادي الزمالك من 8 سنين لحد 14 سنه او 13 سنه. ياه. مع من الكابتن 8 سنين ل 14، مين دربك في الزمالك؟ كان بقى الكابتن حسن بصري، والكابتن عمر النور، وكابتن سعيد الجولاني. ومين مين اللعيبه اللي كانوا جيلك؟ ما كانش في حد معروف قوي يعني، بس كان اللي هو يعني اكبر مني. كنت بحب اتفرج بس على شيكابالا، كان في جبهه ناحيه اليمين كده اسمها جبهه شيكابالا، كان احمد محسن بكريت. مصر ابو شعر احمر. ايوه بالظبط. وكان قدامي شيكابالا. كان ساعتها المدير بتاعنا شين كابتن نبيل نصير. فكان في ساعتها اما كنا في الناشئين وكده، كنا دايما بنروح نحب ان احنا نروح نتفرج على في المدرج على اللعيبه الكبيره. كان الكابتن عبد الحليم علي، وكابتن حازم امام، وكابتن مدحت عبد الهادي، وكان ساعتها الكابتن اسامه نبيه. كان في ثلاث مهاجمين، كان كابتن عبد اللطيف الدوماني، وكان الكابتن اسامه نبيه. انا كنت موجود اكيد. كنت موجود. بس كنت يعني كابتن خالد غندور، كان في ماتشات كان بروح اتفرج عليها، بس كانت حاجه ممتعه يا كابتن خالد، ان الناشئين بيروح يتفرجوا على المدرجات، بيحلموا بقى ان هم يبقوا بالظبط. طب مثلا في مره السنه اللي احنا خدنا فيها الدوري والكاس، انا فاكر كويس جدا ان انت حضرتك جيلتني. انت جيت، كنت جيت في وقت ايام ما كان فريرة كان لسه ماسك. جيت ودخلت اوضه اللبس. وسلمت علينا، حضرتك ممكن ما تفتكرش بس انا افتكر. وكان بالنسبه لنا رمز من رموز نادي الزمالك جاي يأزرنا. فدي بتدي دفعه معنويه قويه جدا للعيبه يعني. طيب حياتك كلها انت كنت من عيله مقتدره يا احمد، ولا كنت عيله بسيطه؟ لا احنا عيله بسيطه جدا يعني، الحمد لله. بدات حياتك، بيقولوا لي انت وانت صغير اشتغلت. انا اشتغلت حاجات كتير. انا وحيد على ست بنات. ياه. والله انت عارف انت زي احمد حسن. ما احمد حسن كده صراحه. احمد حسن ولد على ست بنات. علاء ابراهيم بتهيألي كده، كانت علاء ابراهيم ولد برضه على ست بنات متهيألي. تمام. فكان والدي توفى وانا صغير شويه. كان عندك كام سنه؟ يعني كان عندي 14 متهيألي او 13. يعني وقت ما انا مشيت من الزمالك، اول ما سبت نادي الزمالك كان هو توفى يعني. فكانت بقيت خلاص انت مع والدتك وست بنات، وانت هعمل ايه بقى؟ وترتيبك ايه بقى فيهم؟ الترتيب الرابع. 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 بعدين فاشتغلت، ابتديت ان انا اشتغل. مره اشتغلت في بعد التوكيل، مره اشتغلت على ميكروباص. والله العظيم تعبت. والله يا كابتن خالد يعني. اشتغلت ايه الاول؟ على ايه اللي اشتغلت؟ في توكيل بس بدون ذكر اسم يعني. توكيل ابيع كوتشيهات وجزم. توكيل والتوكيل يعني ماركه يعني. ماركه. وبعد كده ما اشتغلت فيها يومين. والله. ففي حد كده من الناس اللي هي بتيجي تشتري كلمني بطريقه وحشه. انا فرحت سايب المكان ماشي. فبعد كده رحت اشتغلت مع حد كان قابلني ابن خالتي، قال لي ده اللي انت بتعمله ده. كنت على ميكروباص وكده يعني. بس الشغل مش عيب. فلوس. طبعا. من ال طبعا. طبعا مش عيب. الافضل يعني يعني كفاح يعني. الافضل ان انا اشتغل واتعب عشان خاطر امي واخواتي، عشان حتى كمان نظرة امي او نظرة اخواتي ان انا بجتهد وبتعب، مش قاعد في البيت. كنت طفلة تعتبر 14 سنة. هي هي دي الفكرة دي بقى يعني. الحمد لله كبرتني يعني. انا كنت مثلا لما يجي مثلا حد يجي لاختي يتقدم لازم يجي البيت. لازم اقعد معاه اشوفه شخصيته عامله ازاي. 15 سنة 16 سنة. كانت 16. 16 سنة. يعني في حد يجي مثلا لاختي ومتجوزة دلوقتي. فبيتكلم معايا، حسيت ان هو بيكلمني ان انت صغير وبتاع مش عارف. رحت خاطفه. قلت له انا راجل زي زيك. كنت ساعتها خلاص بقى تحملت المسؤوليه طبعا. فابتديت برضه المشاركه كانت خالد مع في المنطقه الشعبيه حاجه تانية خالص يعني. مثلا في اغنيه لعمرو مصطفى اسمها كراكيب، عايزك تسمعها كابتن خالد، تحفه. بيتكلم مثلا اغاني احمد مكي. اللي هي بتحكي قصصكم يعني. بتحكي طبعا يعني. دي بتبقى قصص تحفه. طيب. جدا في المنطقه الشعبيه يعني. هسالك سؤال. طيب خلاص انت في النهايه والدك توفى، وبعد كده سبت الزمالك، خلاص قررت تسيب الكوره؟ لا يعني ابويا يعني اشتغلت بقى زي ما انت قلت. اشتغلت بعد كده، جيت رحت اتحاد الشرطه. كان الكابتن احمد حسني. اتحاد الشرطه كان كان الكابتن احمد حسني كان بيجي، كانت الشرطه لسه بقى ايه
درجه ثالثه اسمها اتحاد الشرطه درجه رابعه يعني. فكان الكابتن احمد حسني بيروح يتفرج على ناشئين الزمالك عشان ياخد ناشئين منهم يوديهم الشرطه. تمام. الكابتن احمد حسني ده يبقى اخو اكرم حسني ابو حفيظه. والله العظيم. والله اكرم احمد حسني ما هو والدهم كابتن حسني عبد الله. ايوه زملكاوي جدا. زملكاوي جدا. بس اكرم ملوش في